الرحيل الغالي عزيزي حظيه مؤلم جدا وخسارة كبيرة، ليس فقط للكاتبة المغربية التي كانت تحمل همها وتدافع عنها وتناضل من أجلها، ولكنها خسارة للمرأة المغربية عموما وخسارة بحجم الوطن فعلا. عزيزي حظيه، أقول المرأة ككل وأقول الوطن، لماذا؟ لأن عزيزي حظيه يعني المتتبع لمسارها سيعرف بأنها لم تكن تنظر إلى الكتابة أو الثقافة بمعناها التقليدي المتعارف عليه، ولكن كانت عندها فعلا زاوية نظر خاصة جدا. كانت ترى في الكتابة حياة، وكانت ترى في الثقافة فرصة للمرأة للخروج من هامشيتها، فرصة للمرأة لتجاوز هشاشتها. ربما الكثير من الناس في البداية احتجوا على هذا التأنيث واعتبروا أنه لماذا نؤنث؟ ما هو الفرق ما بين المرأة والرجل؟ أو ما فرق هذا الفرق في الكتاب؟ المهم هو عملية الكتاب. ولكن هي كما قلت كانت تنظر إلى العمل الثقافي من هذا الباب، كمنقذ للمرأة، كسبيل لإيصال صوتها. ولذلك في الرابطة ستجد الكاتبة والحكاية والشاعرة والزجالة والرسامة، ولكن ستجد أيضا المرأة البسيطة التي تشعر أن في أعماقها كاتبة حتى وإن لم تمتلك القدرة على الكتابة. المرأة التي تريد أن تتشبث بالعمل الثقافي لكي يعطيها قوتها ولكي يظهر صوتها. هي كانت حتى في الاجتماعات وفي النقاشات الثنائية كانت دائما تؤكد على هذه المسألة، وهذا ما كان يبرر هذا الانفتاح وهذا العدد الهائل من الملتحقات دائما بالرابطة. يجب أن نعترف نحن الذين رافقنا عزيزي حظيه في البداية، رغم أني أنا دائما أؤكد على أن هي كانت تشتغل بشكل يتجاوز الكل حقيقة، يعني بدون مبالغة كانت تشتغل بشكل يومي وتشتغل بطريقة لا تنتظر فيها من الآخرين أن يشتغلوا، هي كانت تشتغل فقط. وحتى عندما نغيب ونحضر نجدها دائما كما تركناها، بتلك الابتسامة المرحبة وبذلك الحضن المفتوح. أعترف بأنه كنا، على الأقل أتحدث عن نفسي، كنا قلقات من هذا الحلم الذي كان جميلا لدرجة يصعب معها أن يتحقق، ولم نكن نتصور أن عزيزة تستطيع ماشي فقط غير أن تحقق هذا الحلم، ولكن أن تتجاوزه إلى مسألة مهمة، هي مسألة الجمع، مسألة التوحيد. لأن هي وحدت في 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 الرابطة تجد الاختلاف السياسي، الاختلاف الإيديولوجي، الاختلاف في مستويات التفكير، الاختلاف في المستويات الوظيفية، تجد ناس من كل الأشكال ومن كل الأنواع، وكل واحد يجد نفسه في هذه الرابطة، كل واحد في سياني في المركز أو في الفروع يشعر بأنه يمتلك هذه الرابطة. بل تجاوزت هذه المسألة إلى أن تجعل للرابطة إشعاعا خارجيا، يعني المرأة المغربية في الخارج افتتحت فروع، وأنا أتحدث عنها بضمير المفرد وأنا أعيد تماما ما أقول. أعرف بأن الرابطة في كثير من الناس يشتغلون، ولكن أعرف أيضا بأن الذي كان يضمن الاستمرارية وكان يضمن النجاح هو عزيزي حظي. بل أنها استطاعت حتى أن تنفتح على الكاتبة المغاربية والكاتبة العربية، وربما كان في حلمها هي وكان أن تحقق أكثر. هذه القوة الاستثنائية في عزيزي حظيه، أنا بالنسبة لي لا أتحدث عنها من منطلق كونها كاتبة أو أديبة، وحتى من كونها رابطة لكاتبات المغرب. هذه مميزات فيها، هي مميزات شخصية، القدرة على الجمع، القدرة على خلق الانسجام، بينما كان من المستحيل أن ينسجم أو أن يجتمع. يعني في يوم وفاتها تواصل معي الكثير من الناس لا داخل المغرب ولكن حتى في خارج المغرب، والكل كان يشعر بالصدمة. الإحساس العام هو أنه كما لو أن لم نعطي عزيزة حظيه حقها وهي عايشة. الكل يعبر عن كون هي ما كانت تعطي حتى من محبتها للناس كان أكثر بكثير مما كانت تستقبل. ولكن ما حدث للناس يظهر لنا في الأخير بأن هي كانت تبني هذه الشخصية، كانت تبني هذه العاطفة في أعماق الناس، وهذا بدأ واضحا من هذا الجانب القوي في شخصيتها، أن مرضها كان جزء من شخصيتها.
يعني عزيزة يحظي عندما نفكر فيها كمناضلة وكمدافعة قوية عن هذا المشروع والعمل الذي كانت تقوم به والسهر وكل الأشياء التي كانت تقوم بها وهي مريضة، مرضها كان جزء من هذه الشخصية وجزء من هذا العمل الذي تقوم به. أريد فقط أن أقول بأنها كانت شخصية فعلا استثنائية، وشخصية يعني فعلا من الصعب جدا أن تتكرر، ولو أني طبعا أعتبر أن هي بنت، ونتمنى أن هذا الصرح اللي هي اشتغلت عليه واللي أعطته صحته وأعطته عمرها أن يستمر. ولكن للذين سيستمرون يجب أن يعرفوا شيئا، أن كما قلت قوة عزيزة يحظيه ليست في كونها كاتبة أو شاعرة أو لا، هي قوتها نابعة من أعماقها، نابعة من قوتها، نابعة من قدرتها على الحب، نابعة من قدرتها على الجمع، نابعة من قدرتها على تجاوز المشاكل، ونابعة من قدرتها على احتضان حتى الذين تختلف معهم. كل شهادات كاتبات أو شاعرات أو حتى الذين لم ينضموا أو الذين لم يلتحقوا بها كانت دائما تعامل بنفس الاحترام وبنفس القوة وبنفس المحبة. رحم الله عزيزة يحظيه وأسكنها في سح جنانه، وعزائي الخالص لعائلتها الصغيرة التي ربما لم تكن تراها كثيرا، ولكن يجب أن يعلموا بأن ابنتهم فعلا كانت امرأة استثنائية. وإنا لله وإنا إليه راجعون.